السلام عليكم اصدقائي، صلوا على سيدنا محمد، لانه هاي سلسله متابعه بدنا نكسب الثواب كلياتنا هيك مع بعض. فاليوم يوم الحسم، يوم انه نتاهل للبريمير ليج باذن الله بدون ملحق. 63 نقطه نحن وبورنموث متساويين، 16 جوله متبقي. اليوم راح نخلص الدوري كلياته ان شاء الله، وراح ناخذ فلوسنا بعد ما نطلع للبريمير ليج ونتعاقد مع لاعبين، ولكن التحدي صعب جدا. وبنفس الوقت ببدايه الحلقه عندنا مباراه صعبه جدا بكاس الامارات ضد ويست هام، ممكن نخسر لسه، يعني مستوانا مو بريمير ليج، بس كمان ممكن نفوز، ممكن ندمر مفاجأة، ليش لا؟ كل الحلقات الماضية وصلت 20,000 لايك، هذا طلبي منكم، 20,000 لايك بس كمان بدنا نزيد مشتركين. اللي عم يتابع كل الحلقات وما مشترك، والله مو منطق يا حبيبي، لأنه المتعة يعني بتجيك بنفس اللحظة بتفوت على الفيديو. فخلينا نروح حاليا كبداية نجيب مدرب ثالث، تيكي تاكا فتح لنا هون مدرب خمسة مهارة وخبير بالتيكي تاكا، خمس مهارات هجوم، 3760 دولار فقط. لازم نستغل هذا الوضع ونجيب مدرب ثالث نعينه للهجوم لحتى يتطوروا بشكل اسرع. بسط في واحد 3 نجوم و 4600، بما انه معنا ال 4000 بنحطها، حتى بيحق لك تحط اربعة مو بس ثلاثة. بس تنويه على اهمية المدربين، شوف الحارس لما اجى كان تطوره بطيء، شوف حاليا 12 اسبوع بيوصل ريت 80 50% تطور، ولسه اذا جبنا مدرب جديد بيتطور. هويلاند 14 اسبوع بيوصل 85 لانهاء 83، بس خلينا نروح على القدم الضعيفه كمان، 16 اسبوع اكثر باسبوعين بس بتطوره كمان بالانهاء، وبنفس الوقت بالقدم الضعيفه بتصير خمسه مهاره لازم يسجل فيه بالقدمين. الهداف التاريخي للتشامبيونز شيب هو ميتروفيتش ب 43 هدف، نحن قلنا بدنا نكسره بهويلاند بس شكله صعب جدا، راح نحاول نسجل فيه. طبعا هويلاند ب 28 مباراه 24 هدف المدمر، وعندنا توري هو ملك صناعة الألعاب مع هامر، إن شاء الله كمان رح نعطيه الملك. طبعا للتنويه اليوم بعد مباراة ويست هام رح نلعب مع ساوثهامبتون ورح نلعب مع بورنموث اللي عم ينافسونا على الصدارة، يعني رح تلعب ضد المتصدر رح تلعب ضد المركز الثالث. إذا فزنا المباراتين ممكن نمشي أكثر من مباريات السهلة بالمحاكاة لحتى نوصل للبريمير ليج بحلقة اليوم، ولكن أول مرة بنلعب ضد فريق مثل ويست هام، رح نجرب فريقنا هل رح يكون جاهز للبريمير ليج ولا لا. انصيري موجود مع ويست هام بالرحمة، باكيتا وبارتي موجود، والله تشكيلتهم حلوة. خلينا نعمل جلسة تدريب لخط الوسط، بدي اياه يولع ضد ويست هام ونأدي أداء كبير. ميريتي تمرير تحت الضغط، تيكي تاكا بتروح للافيا ولبابلو توري لحتى يكون وسطنا مشتعل. هذا ثلاثي رهيب، هذا الثلاثي راح يعمل شغل بالبريمير ليج. هيا بينا نحاول ناخذ الميزات لمباراه واحده فقط. والله دفاعنا طلع قوي بالضغط، يا احمد احمد اخذها، صعب التمرين كاملين صح، بس لما عم يجوا اللاعبين صراحه الضغط عم يكون صعب جدا، الضغط عم يكون صعب خصوصا لما تصغر الدائره. شوف هذا احمد بينتظرك ورا لافيا، قاعد ناطر له للافيا، الحمد لله ما حسبوها اوت. لافيا تسديد يا حكام، حرام والله حرام. 10 دقائق على التمرين وما قدرنا نجيبه صراحة. فويست هام رح نلعب معهم بدون ميزات، بس أكيد تشكيلتنا نار يا حبيبي نار، وجاهزة مع دون جين مع هويلاند مع بالمر البديل اللي ما شاف الحلقة الماضية. بالمر تألق بعد ما تعاقدنا معه، إن شاء الله رح يكون بديل ناجح. بسم الله الرحمن الرحيم، المباراة على أرضنا، هيا بنا. أجواء مولعة، أول مباراة ضد فريق من البريمير ليج صعبة جدا. هويلاند بدي تفرجيهم نحن جايين ناخذ البريمير ليج، ما عندنا مزح، علي لي سقف الطموح. محور توماس بارتي خطيرة جدا بالرحمة، يا فان ديفورت مستوى اندية البريمير ليج غير. باكيتا ديل باكيتا ديل باكيتو، اول باكيت في مرمانا، نعم 1-0. والدفاع يا دفاع وينك يا سكالفيني، شوف كيف لعبوا فينا لعب 1-0. فريقنا شكله لسه مش جاهز للبريمير ليج، تعاقدات لازم نعرف نتعاقدها ببداية الموسم الجديد اذا طلعنا للبريمير ليج. دونجين جاهز، دونجين سريع، الله على تعاقد، رحلوا يا هالاند، والكرة روميرو، يا الله يا الله يا الله. لما بقلكم دونجين متوقع انه يكون وحش وينفجر يعني هيك، يعني خلص مثل ما حكينا روميرو. لوكا لوكا وحده بابلو توري، دونجين ضربة جزاء يا حكم، اعملوا عليهم ضغط نفسي. توري راح يحطها على راس العجل، اول هدف بالراس في اندية المولو بريمير ليج، وكرة في ارتباك الوحش، واحد على واحد مار جميلة. وهويلاند شايفين اهمية القدم الضعيفة بهاي الدوران، وانه يجلد لسه لسه بده شغل. لافيا حطها باليمين للوكا، لوكا
لوكا هرب لوكا، واحد على واحد يا لوكا، مر مر مر، وكرة ميراتي، شيفيلد في مرمى ويست هام. من هلا الحماس ضد أندية البريمير ليج موجود. يا إلهي على متعة اختراق لوكا روميرو. واحد واحد، شوف المرور شوف المرور، ميسي عاد إليكم من جديد. وميريتي يا ولد، ميريتي يا ولد، حلو يا ولد، ثاني من نار. يلا يا هولاند، يلا يا عاجل، إجا وقتك يا مدلل. بابلو توري، حكم 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 حكم، ضرب من الخلف متعمد، عطيه أحمر وريحنا منه. باكيتا ديل باكيتي سيليساو، ضرب بابلو توري ولعت المباراة. والاحمر طارد، هاي مباراتنا، مباراتنا ولعها يا ميريتي، ولعها يا ميريتي. هولاند خطيره، بابلو جول 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 جول. شيفيلد يونايتد مع خوس اسماعيلين موجودين، الكره في الشباك ولعت، طرد على باكيتا، دقيقة فقط احتجنا لتسجيل مينو وغيره البابلو. بابلو ملك الأوقات الحرجة يا سادة يا توري، يا عيني على نهاك، يا عيني على الشيفيلد، بلش الحماس يا سادة. يا سكالفيني سكالفيني يا سكالفيني، يا عيني على هوايتك بقطع الكرات ما أجملها. العشرين دقيقة الأخيرة حماس ألف، نزل لي ليلافيتش والبالمير، ممكن مكان روميرو، معلش ميلي، لا 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 صغير على هاي المباراة، صعب ما راح خاطر فيه. برام ما خرجت من 20 دقيقة دقيقة لهذا السبب، لاعبيني ما نزلوا. أي مباراة في أرض الميدان، أي حماس وأي كرة لويست هام في ناحية اليوم نحذروهم. سوريا سوريا، ما بيمر ما بيمر، ركنية بتخوف، انزل يا بالمير، ممكن تعمل المرتد أنت ويا لافيتش. الركنية الخطيرة جدا يا سكالفيني يا سكالفيني، قطعت مرتدتنا بابلو توري. يا الله يا الله يا الله يا ستار، فان دي فورت انقذنا، مباراة للتاريخ امام ويست هام الاخيرة الاخيرة. اصمد يا شيفيلد، اصمد يا شيفيلد، سوريا قطعها وخلاص انتهت المباراة. نعم اذا انتصرنا بكأس الامارات بشكل انفس، عالم الانتصار. صرفوا لي مكافأة على كل الفريق، 100,000 دولار لكل لاعب، لا يمكن. ما معي بس يلا. هلا بلش الجلد، هلا بلش الجلد. 64 63 62 والفريقين لعبانين اكثر منا بمباراه يا جماعه. هلا نحن اذا فزنا بنرجع للصداره، بس ساوثهامبتون اذا فاز بيخلط الاوراق، ديروا بالكم ساوثهامبتون غدار غدار. الحماس يا الهي يا الهي، بدنا جلسه تدريب يا شباب، بس هالمره راح اخذها المضمون وراح احاول العب التمرين اللي دائما بنلعبه نحن، هذا هو متاهه المراوغه، ميريتي وهويلاند وروميرو والروعه بالكنترول. يلا ايوه ايوه، الله عليكم، من اول مره جبناه، ما قلت لكم هذا التمرين اسهل. ان شاء الله راح يعطينا اضافه للوكا، ولكن الدونجين حابب ريحه بمباراه بالبدايه، راح نزله كورقه رابحه بالشوط الثاني، راح ابلش مع ييلافيتش احسن ما يتعب على الاخير وما نقدر نستخدمه، لانه عندنا تراكم مباريات كبير بعدين مع المراكز الاولى. تشكيلة من النار، هيا بنا يلا. الثقة كبيرة لأنه فزنا على ويست هام وجايين على مباراة بالتشامبيونشيب، فزنا على فريق من البريمير ليج فثقتنا كبيرة. يلا خايفين، هداف التشامبيونشيب هويلاند اللي غاب على التسجيل بالكاس. فريقنا نار فريقنا نار، شوف شوف البريس شوف البريس، شوف القوة على أرض الميدان، شوف قطع الكرة والارتباك من ساوثهامبتون. بابلو توري لمسة ليلافيتش، ييلافيتش رهنت عليك من البداية، الكرة لي بابلو توري، بابلو توري حطها ميريتي، ميريتي لافيا، يا سلام على تيكي تاكا ولمسات وتقدمات وكرة وكرة، ميريتي وهويلاند، اي 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 اي، البارسا عاد اليكم من جديد، والكرة في الشباك، رايا هويلاند واحد، ساوثهامبتون لا شيء، مباراة الصدارة ولعت يا سادة، أجمل فريق دربته هو هذا الرائع شيفيلد، جول 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 جول. تاكا عالم آخر، شوف الكرة أولى من هويلاند، عادت ييلافيتش، لا يخطئ الهويلاند أمام المرمى، خطيرة خطيرة خطيرة، أي أي أي، أول كرة من ساوثهامبتون، 1-1، لن تكون سهلة هذه المباراة. والاستلام والتسديد من بعيد، يا فان دي فورت شد الهم يا فان دي، المدلل اخذ له مكان، استلام هويلاند، ييلافيتش عادت الكره لميريتي، اي
اي اي اي الشوط الثاني شوية تركيز فقط، شوية تركيز وراح نستغل الفرص ونجيب الثاني. الدفاع هجمة واحدة ساوثامبتون جابوا هدف، فهذا الشيء غير مقبول. الشوط الثاني من البداية والله هويلاند تعب 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 كبير. اكيد اكيد ما راح اسحب هويلاند، راح نزل دونجين من البداية. بالمير ممكن ينزل كان مكان توري، قادر بالمر انه يعمل لنا شغل بالكام ان شاء الله. لمسات خوس اسماعيلين، وهل تاتي بالجديد بالمر او استلام؟ رائع جدا بالمر، راح تشوفوه هلا. الدونجير اكيد منفجر سريع، وحاول من البدايه للاختراق. بالمر لمسه ميريتي لاحمد في الناحيه اليمنى. اي تيكي تاكا يا جمال، راح روميرو، لوكا لمسه لهولاند، وبالمر خوس اسماعيلين موجود، وانا موجود، وانا انا انا وانا موجود، انا صاحب الصدارة. بالمير جولاسو، اول لمسة من البديل. بالمير كول، بالمير بشكل كول يضع الكرة في الشباك. يا ولد اي تكتيك واي تيكي تاك، ولكن خطيرين. فان دي فور جدا، الدفاع لا خطيرة. فان دي فور هاي دراكس، خطير خطيرة. اي 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 ولا لا ولا لا، اعطينا الاعادة، خلي نشوف المتابعين اللي صار. مستحيل يا فان دي فورت، مستحيل يا تعاقد يا خيالي. الله عليك، انقذنا من هدف تعادل، ولكن ما زال ساوثامبتون خطير. قطعت وراحت لارشر البديل، نزلتك لتسجل من المرتدة يا ارشر. ارشر راح لدونجين، دونجين دونجين، او هذا مين 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 هذا مين هذا مين هذا؟ دونجين 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 دونجين. جول 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 جول. موجودين موجودين، تبديلات مدروسة، تكتيكات مشغول عليها، متعوب عليها. الكرة من دونجين البديل بتمريرة من ارشر البديل. شيفيلد يونايتد يضرب بالثالث، خلاص عاطين البريمير ليج قادرين. خوس اسماعيلين وضرب بالثلاثة، اللي عم ينافسه كان على الصدارة. أهم مباراة بالدوري يا ساوثامبتون، هل من تعثر لبورموث أم ماذا؟ نعم، مثل ما شايفين 64 نقطة بعيدين نقطتين، نحن بالصدارة. ساوثامبتون طبعا عنده مباراة زيادة عننا، يعني نحن صرنا بعيدين إذا انتصرنا 7 نقاط عن الثالث. الوحيد اللي عم ينافسنا مين؟ بورنموث، ومباراتنا مع بورنموث بعد جولتين. الجولة الأولى راح تكون ضد ساندرلاند، بإذن الله قادرين عليها بالمحاكاة، قادرين قادرين، حتى في تعب بس راح غامر بالتشكيلة هي وتعبانة، ونجيبها لوكا ودونجين. الله يكون عنا فترة راحة، والله ما في راحة، فورا فورا. بورنموث ما زال لم يتعثر، 69 67 65 64. مباراة ضد بولتون المركز ال 17 قادرين، خلينا نروح لمباراة بورنموث مباشرة. الارهاق مش طبيعي يا جماعة، الارهاق كبير جدا على اللاعبين. يلافيتش على اليسار، والله ممكن نغامر فيها بس حرام 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 يلعب هويلاند المباراة القادمة ضد بورنموث. لازم نريح اللاعبين، نزل روبنسون مكان سكالفيني، حتى اليمين لازم نبدله صراحة. هلا يعني غامرنا حتى بلافيا، ميريتي وسوريا. اكسلر ممكن ينزل مكان ميريتي. سي دي ام راح يضل لافيا لحتى شوي نوازن التشكيلة. يا رب يا رب يا رب، هاي اهم مباراة بورنموث. ارشر جاب هاتريك، شكرا يا ارشر، والله صعبة كانت، صعبة لأنه التشكيلة كلياتها تعبانة. إذا بعيدين 5 نقاط، ولكن بورنموث لسه عنده مباراة، يعني اعتبرها فارق نقطتين، وحاليا بدنا نزودهم للخمسة ونضمن إن شاء الله البريمير ليج بكير. المباراة ضد بورنموث على ملعبهم، الحمد لله إنه شوي ريحنا اللاعبين قبل المباراة. بالمباراة الماضية لو قلنا كان نشوف في تعب لحد الآن، سكالفيني لحد الآن تعبان. سكالفيني مع الأسف ما رح يبلش معنا، يعني الطاقة جدا سيئة. أصعب مباراة، مباراة تقرير المصير، إما أنه بنتأهل البريمير ليج من الآن أو رح يضل الصراع لآخر الجولات إن شاء الله. هلأ من بعد شوي 5 نقاط فرق بتكون فيها مسافة أمان. هيا بنا يا هويلاند، 25 هدف بالشامبيونز شيب جدا. الكرة اللي تراوري داخل منطقة الجزاء، وفان دي فورت وحش. أصعب مباراة بالدوري، وأهم مباراة يا شيفيلد. لوكا زمر ميسي، والله مر، والله وحش 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 وحش، لسه عم يقاتل عليها هذا الوحش الأرجنتيني.
يا ولد يا لوكا، يا ولد يا لوكا، هويلاندو هويلاندو هويلاندو، يا دونجين، وجول جول 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 جول. لا يا فيرنتي الحماس مش طبيعي اليوم. بدون سكالفيني دفاعنا مهزوز، بدون سكالفيني دفاعنا مهزوز. احمد موجود، برافو احمد. يالله يالله، دير موراي بعد الكرة من بورموث وفانوفور. الشوط الثاني محتاجين بدلاء، محتاجين حدا. الدفاع كله تعب، هيك هيك روبنسون مات، فمننزل سكالفيني افضل، ننزل بالمر مكان توري، يلافيتش مكان دونجين. ممكن نقتلها ببداية الشوط الثاني وبعدين نرجع دفاع. كرة أمامية وهولاند هرب وقال قال 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 قال. يا الله يا الله يا الله، الهربة مش عادية، الهربة مش عادية يا هولاند. هرب هربة ولا أي هربة، هربة إلى البريمير ليج، وصل الى البريمير ليج هويلاند بالضعيف. حلو التمرين على القدم الضعيف، جاب نتائج جدا. الارهاق صعب، حتى لو تعادلنا ما راح نلوم الفريق. سكالفيني مستحيل، سكالفيني بدون باور بدون طاقه عم يقطع كل الكرات. يلافيتش يا يلافيتش، يلافيتش انت الوحيد المرتاح، ومع بالمير ايضا البديل. بالمير بالمير حط كوره خطيره والهولاند انفجر. الهولاند وقال قال 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 قال. خلاص انتهى الحسم، انتهى صراع الصداره. شيفيلد بحقيه كامله يتصدر الشامبيونشيب. هويلاند ايضا هو تعبان جافا. شكرا لكم على الاداء الفدائي. شوف الكره بين لاعبين، حطها جميله هذا العجل المدلل. بس يعني للتنويه المباراه لم تنتهي، والدفاع بهذا الارهاق ممكن ناكل هدفين على المطلق. سهل جدا على بورموث. فان دي فور بورموث، حتى الحارس حتى الحارس بكير على طلعتك يا حارس. اعطوني المرتده اعطوني المرتده. هويلاند وهويلاند وهويلاند، روح يا بالمر روح يا بالمر. الحارس لا، هولاند جول 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 جول. يا مدلل لك تعال، لابوس لك تعال، الله كبير. هدف تاريخي، اجمل هدف بالسنه من هولاند، والله غامرت فيها. كنت اعطيه لبالمر بس قلت بيحطها بالضعيف، يحطها من وسط الميدان. نعم، اذا 3-0 ضد المنافس على الصداره باذن الله. خلص نحو البريمير ليج رح نمشي. اعطوا الكره لهذا ابو هاتريك. والان الترتيب، والكل لعبان 32 جوله، بعيدين 7 نقاط عن ساوثهامبتون وبعيدين 8 نقاط. يعني خلص ان شاء الله انحسمت. اوهو، بالجوله الخامسه من كاس الامارات، لعب المباراه الوحيده بهذا الموسم رح نلعبها هلا. خلص رح نحاكي الدوري، رح تكون ضد ليفربول يا ساده. يبدو انه راح ننجلد ونطلع من الامارات، بس مجهز لكم فريق للموسم الجديد ان شاء الله راح يكون ناري. نعم، اذا المباراه فزنا 2-0 باول مباراه محاكاه. واتفورد 2-2 نقطة، يلا المهم ما خسرنا. مباراة ليفربول، فرجيني ترتيب الدوري اولا. ان شاء الله نكون بوضع جيد. بعيدين بعيدين 5 نقاط، ما زال انه المسافة الامان موجودة، حتى نحن يعني مركز ثاني عادي، بس لازم نكون الابطال. طبعا نحن اقوى هجوم وثاني اقوى دفاع تقريبا. بالنسبة لرقم هويلاند 28 لحد الان، لسه في مباريات. بابلو توري هو ملك الصراعات، بيداش من عنا كله من عنا. اذا المباراه الاخيره اللي كاس الامارات ضد ليفربول صعبه صعبه راح تكون، بس راح نحاول نعمل الافضل ان شاء الله. هيا بنا بتشكيلتنا الكلاسيكيه، راح نحاول نفاجئ الليفر وتطور لسكالفيني 80. حلو جدا، ميريتي 80، بلشنا نشوف 80ات وتعاقداتنا قادمه باذن الله بعد ما يعطونا فلوس الشامبيونز شيب. صار عندنا باصات، صار عندنا فلوس. الهويلاند يريد ان يجلد ليفربول، ليش لا يا جماعه؟ ممكن كل شيء ممكن، راح نعمل احنا اللي علينا والباقي على رب العالمين. والكره عدت لافيا مره اخرى. ميريتي، روميرو روميرو، ميريتي ميريتي، حصار على مرمى ليفربول. خلاص قادر، فريقنا قادر ينافس بالبريمير ليج. دونجين، واحدة ثانية بابلو، فاجأنا الليفر بضغط ناري. حبيبي نحن شيفيلد، حبيبي حبيبي، ولا الليفر ولا السيتي، يعني زودناها شوي بالسيتي، ولكن شالها من على خط المرمى براسه. يا رب انتصار تاريخي بكأس الإمارات. والكرة غدارة والضغط عالي من شيفيلد. فوز اسماعيلين وبنى تشكيلة نارية بإذن الله. بابلو توري مرة أخرى، قطعت ضغط من نار.
شيل شيل يا طويل العمر شيل. أحمد سلمها يا أحمد، ارجع لمكانك يا أحمد، وحدة للأمام لميريتي، ميريتي جميل، ميريتي مثير، وتسويب عالمي. أكلنا ليفربول، ليفربول غير موجود أبدا على أرض الميدان، فقط شيفيلد والمدللة. يا هولندا يا هولندا يا ممرر، أي أي أي، أول طلعة وأول هدف، دييغو جوتا، كرة يا سوريا، والله ما بينلام فيها لا دفاع، يعني أحمد ممكن سكالفيني يلام عليها، ولكن كرة من زمنها سكالفيني. لا هجمتين جولين، لا هجمتين جولين، توقعت يشوط على اليسار، والله السيطرة إلنا والمحاولات إلنا والفرص إلنا والتسجيل لهم، هجمتين جولين. سكالفيني وجرافنبرغ، ها يا سكالفيني، هذول مش هجوم الشامبيونز شيب يا سكالفيني، شد اللي همتك يا سكالفيني، روح يا مدمر. سوريا حطها لي هويلاند، هويلاند هويلاند وفان دايك، وهويلاند وفان دايك، وهويلاند وهويلاند وهويلاند، واي صعبة، واي كرة صعبة، ولا لا ولا لا، هويلاند المدلل في مرمى ليفربول، شايفين انه بيقدر يدمر اقوى دفاع بالدوري الانجليزي. فان دايك ما قدر يجيبه، يا وحش على الاختراق، اهم شيء الثقة، نطلع بهاي المباراة انه قادرين ننافس بالبريمير ليج. يا ولد يا عجل، يا ولد يا مدلل يا كبير. هل من هجمة أخيرة يا شيفيلد؟ هل من قطع لكرة يا سكالفيني؟ ضربة جزاء، الحكم الحمد لله غض بصر عن الكرة. هويلاند هويلاند، هل من تعادل قاتل؟ بابلو توري حطها للدونجين، شد حالك يا دونجين، شد حالك يا دونجين، شد حالك يا دونجين، وقال قال 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 قال. مستحيل مستحيل، شيفيلد في مرمى ليفربول، شايفين انه بالبريمير ليج راح ينافس هذا الفريق، ولسه جاي التعاقدات، جن جنون جماهير الشيفيلد. خوس اسماعيلين، وعاد اليكم من جديد. دونجين تعاقدي هذا، هذا انا جبته بولدي، وهذا الثقه ثقتك فيك كبيره. يا رب يا رب اعطيني البالمير، والله كله تعب كله تعب، بس بالمير ممكن يشتغل مكان توري، جيلافيتش اكيد مكان دونجين ممتاز، ارشر ما حابب طلع هويلاند، والله صعب طلع هويلاند، دراكسلير بنحطه على اليمين مكان روميرو، ارشر والله محتار فيه، هل بيجيبها ولا لا؟ هل ممكن؟ والله ممكن ممكن ممكن، لاعب مرتاح. يلا هويلاند، انا اسف تعبت كثير انت يا هويلاند. ظهير الكرة ماكاليستر، دياس خطيرة، والدفاع لافيا حلوين، يا لافيتش يلا انت مرتاح، وارشر مرتاح، وارشر مرتاح، ارشر لمسة، بالمير كول، بالمير للناحية اليمنى لدراكسلير، الخبرة لي الامام، هرب وهي وميريتي، هذا السبب احضرته لهذا المجنون يوفيتش. سلام يا يوفيتش، جبته مكان يوفيتش لفكره فكره انه هذا اللاعب قوي، هذا بيتطور، هذا الميريتي، يا الله اذا بينجح هذا الانتصار. شوف لي تمركزه لحاله، والله ما كبست له شيء لحاله، هو اللي دخل صح وانهاء صح، ولا غلطه من ميريتي في اللقطه الماضيه، رائعة في مرمى الليفر. يا رب يا رب بكأس الإمارات، يا رب. تعبان كله تعبان كله تعبان عنا. الكرة خطيرة، أحمد خطفها، لا شايفين قلة الخبرة، وهذا أحمد ابن النادي عم يعتذر، شايف تعتذر حبيبي، متنا لحتى جبناها 3-2، والكرة فيها خطأ، شوف الكرة يا أحمد، الكرة سقطت أمامها. الشوط الأخير مهما كانت النتيجة، برافو عليكم، استمتعوا بالشوط الأخير، هذا الشورت شورت له تاريخ. خطير دياس، ربما قاتل يا أحمد، يا أحمد راح نجيب مكانك مدافع يا أحمد، والله عوضها والله عوضها وقطعها. حلوة الكرة والجرينتا من شيفيلد يونايتد، الكرة عرضية بالرأس، قطعت وراحت، أرشر راح، جول جول بإذن الله، أرشر ما راح سامحك أبدا، أرشر هذا من الشبكة. يا الله يا الله على مباراة حركة الأعصاب، شوف الروعة من أرشر البديل، نزلته الكرة خطيرة، دياز الله يستر من ركلات الترجيح، الله يستر من ركلات الترجيح، يا أحمد يا أحمد عوض خطأك يا أحمد، برافو يا أحمد، انتصرنا على ليفربول يا احمد، الله تاريخ، التاريخ يكتب يا شيفيلد
فزنا على الليفر بقيادة خوس اسماعيلينو، عالمي الانتصار، الأجواء مش طبيعية، فريق والله ولسه عندنا نقاط ضعف كثيرة وقدرنا نفوز على الليفر. المباراة بالدوري إن شاء الله سهلة ضد كوفنتري، بس لازم نعمل تبديلاتنا لأنه في إرهاق المباراتين، ما في بيناتهم يومين يا أخي، بعدولنا شوية تواريخ. لا مستواه ولا لياقته، خلينا نشوف. 4-0 يا إلهي، مباراة شباك نظيفة للولد فان دي فورت. قديش الفرق؟ اوه 5 نقاط وبقي القليل. رح نلعب ضد شيفيلد الازرق، ونحن لسه ما كانت كاملة تشكيلتنا وجلدناهم جلد، فما بالك حاليا. ان شاء الله على ارضنا النتيجة مضمونة باذن الله، باذن الله، كله باذن رب العالمين. 4-1. لا 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 لا، هاتوا وهاتريك لهويلاند، يلا ضيف ضيف ارقامك للدوري يا هويلاند. اذا الفارق 7 نقاط، بقدر لكم الف مبروك الدوري من الان. اذا ضل عنا 10 جولات بالدوري، راح نحاكي طبعا الدوري ان شاء الله، يعني لحد ما نشوف اذا في خطر ولا لا. بس حاليا راح نلعب بالكاس ضد برايتون بعد ما فزنا على الليفر. مباراة صعبة جدا جدا، وانا بفضل انه ما ننتصر ونجلد ضد السيتي. خلينا نعمل تعاقدات، خلينا نشوف. اذا جواو بيدرو هن يعني نظريا جايبين، والله جايبين توديبو وديفريج، يعني صعبة هي، بس نظريا يعني الليفر كان ممكن خصم اصعب. خلينا نشوف شو راح نسوي ضد برايتون. هويلاند 3 اهداف باخر مباراة، مرعب الخصوم وجلاد الليفر وجلاد البريمير ليج، بس اعطونا وقت وشوف. حلوه، بابلو خطفها، هويلاند في مرمى برايتون، قريبة جدا، قادرين على برايتون ان شاء الله. ماد الكرة مرعبة، جواو بيدرو وسكالفيني، بيدرو لمسة خطيرة جدا، الله عليك يا سوريا. اضغط يا عيني، يلا هولاند، هولاند عرضية، بابلو توري، حرام، هاي أول مرة بيخذلني بانفراد بابلو. كثيرة جواو بيدرو، لا والله معلم هدي شوي، فرجيني شو اللي صار، كيف تعطيه ضربة جزاء بهاي الطريقة؟ هدي شوي هدي شوي هدي شوي. وين الفاول يا زلمة؟ هو رجله بمكانه، اللاعب بمكانه يا أخي. فان دي فورت فان دي فورت فان دي فورت فان دي فورت يا وحش، يا فان دي فورت الوحش، فان دي فورت أنقذنا من هدف. حرام أصلا ما فيها ركلة جزاء. لوكا روميرو، ميريتي، لا في مرتدات، نروح روح يا هولاند، روح يا هولاند، يا لافيا، شو صار لك يا هولاند؟ شو صار لك يا هولاند؟ رائع جدا هذا الأجل المدلل. جول 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 جول. لافيا خوفني، حسيته ممكن يمررها غلط، وكمان هويلاند خوفني. ياه إذا بناخذ كأس الإمارات بهاي التشكيلة راح تكون البطولة للتاريخ صراحة. سوريا يا سوريا، الكرة خطيرة، جواو بيدرو، سكالفيني، لا قطعها يا أخي، كيف شاطر من بين رجليه، خطيرة جواو بيدرو. يا كرة، يا كرة، يا دفاع، تمريرة حلوة، شوف التركي، والله التركي شغل كبير، ما لحقت اقطعها. جوميز وجو روميرو، روميرو، والله وصلها، والله وصلها يا روميرو يا وحش. هي 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 يا جميلة ورائعة، الله عليك الله عليك، احتفال كيليان مبابي من هولاند المدمر. تمريرة روميرو 10 من 10، جابها بمكان بيعرف امكانيات هولاند، ويا عيني على طلعة الحارس اللي رفضنا، الحارس الفيربروغ اللي رفضنا، جبنا فان دي فورت، وانا برايي فان دي فورت افضل حاليا. شوف هولاند يجمد وتجميد والله. طير برايتون، سيما في الناحية اليمنى، جواو بيدرو، يا حارس، زاويتك يا حارس، زاويتك يا حارس، جواو بيدرو، بدي منك هذا الأداء بمهنة لاعب يا جواو. مباراة مجنونة، وأندية البريمير ليج عم نتنافس معها راس لراس، بس إذا جبنا كم صفقة حلوين ممكن يكون أدائنا أفضل. شوف الكرة، جواو بيدرو لما استلمها حيرني شو بدي اسوي صراحة، بعيد جدا عن المراقبة وحطها بزاوية فان دي فورت، يتحمل المسؤولية فان دي فورت. جواو الحمد لله مرت. برايتون اللي قتل المباراة، مختار، إرهاق واضح على لاعبين، سكالفيني مات. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ أحمر على سكالفيني صراحة،
سوء تقدير، بس اللاعب مات وهي الكرة كانت رايحة، ما توقعتها تروح هيك. فان دي فورت الكرة في الشباك، إذا صراحة لا تعليق، ما بعرف. سوريا ربما، سوريا روح روح. هويلاند هويلاند هويلاند، جول 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 جول. شيفيلد موجود الحمد لله بال121 يا ابني، بال121 يا مجرم. راح نروح لركلات الترجيح، راح تحدد هل راح نتأهل ولا لا. شو ما صار أدانا كبير وقهرنا الليفر وبرايتون يا ولد. فجأة التحكم بالسرعة وراح شوط اللي بدي يصير يصير، وفير بروكن في مهب الرياض، المدلل جاب لي 3 لهذا السبب مندلله. هات تريك بهاي المباراة أيضا من الكبير هويلاند، الكرة في دياز وكرة اوهو يا فان دي فورت. هويلاند أول ضربة للشيفل، ضيعها المدلل، ضيعها مختار، مختار بانينكا. ميريتي ميريتي الساي الحارس فيربروكن. فان دي فورت وفيربروكن معركة، مين اللي بيتطور أكثر؟ مين الشاب اللي بيجيب صدات أكثر؟ روميرو جول، لوكا لوكا. 1-1 النتيجة، بدأنا من جديد بالرابعة. يا أخي على هالبانينكا اللي ما كنت تترك الحارس على النص. يلافيتش يلافيتش، هل من هدف يا يلافيتش؟ ضيعها 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 الفان دي فورت في شباكي لبرايتون. قاسي النتيجة لكن صفقة صفقة. برافو برافو برافو، ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا، اديته وراح نجهزكم بشكل افضل للبريمير ليج. ما علينا، معلش يا فان دي فورت، كبير انت يا فان دي فورت، وخذ كرة الهاتريك يا هويلا. نعم، اذا بهذا الشكل خصل بالكاس وطلعنا الدوري، خذني لنهاية الموسم وان شاء الله بهاي المباريات بالدوري ما بنتعثر، يعني تعادل تعادلين، خسارة خسارتين عادي بس ما اكثر. اول مباراة بالدوري اذا 2-0 انتصرنا، ثاني ضد ميدل زبرا انتصرنا، الثالثة انتصار، الرابعة تعادل ممتاز لحد الآن، الخامسة انتصار. خلاص الدوري لنا، الدوري لنا، الدوري لنا. الترتيب الأخير للدوري، نحن 111 نقطة، حطمنا رقم قياسي، 106 أهداف، أقوى هجوم، أقوى دفاع، لا بريستون أقوى دفاع، حلو بريستون جيدين. تطور الفريق بنهاية الموسم، هويلاند 86 يا مجنون، توري اقترب من 80، ميريتي 81، يعني الموسم الماضي راح يكون عندنا الوسط 81 بالبريمير ليج ممتع، سكالفيني 81، سوريا يعني رائع رائع، التشكيل رائع. إعارة توري على وشك الانتهاء، هل معنا فلوس؟ نقدر نخلص مع توري؟ ما معنا فلوس يا شباب، لازم تجينا فلوس الدوري ببداية الموسم الجديد. هويلاند على بعد هدف واحد من ميتروفيتش الهداف التاريخي، كتبتوا لي اياه بالتعليقات بالحلقة الماضية. فيرجسون من لوتن تاون 33، 2-2 تخريج يا جماعة، حتى في فيرجسون ثالث هذا ما بعرف. يعني لو سجل هدف كنا جبنا رقم ميتروفيتش التاريخي. ياه بابلو توري اذا 13 صناعة بكأس الامارات، بالرغم من انه طلعنا بكير، ولكن هويلاند كان جايب 5 اهداف على بعد هدفين من فودن، وبصناعة الالعاب معنا هدف. هل من وظائف مثلا والله ليك بورنموث عارضين لي انه ادربهم. نظرة اخيرة قبل ما نروح لبداية الموسم الجديد على ارقام اللاعبين، 48 هدف و11 اسيست لهويلاند ب 50 مباراة، هذا التاريخ مستحيل استغنى عنه ولا بأي يوم. روميرو جبنا 14-9-43 مباراة، 4-5 يلافيتش، مين لسه جايب ارقام؟ بابلو توري يا الله، ان شاء الله ببداية الموسم نقدر نجدد له قبل ما يرجع للبارسا. اذا الموسم الجديد بدا، اول شغله راح نشوفها الميزانيه، بسم الله الرحمن الرحيم 73 مليون، مع انه في كتير شغلات يعني لازم احنا ابطال الدوري، يلا ما علينا 73 جيده نقدر نتفاوض معه. هل بنشتريه؟ ما بعرف صراحه، لانه اذا اشتريناه ممكن ما نقدر نشتري حدا غيره، ممكن نرجع نجيبه اعاره ولا شو الوضع صراحه، ما ما ما, ما بعرف والله، بس اكيد انا بعرف انه انتم بدكم اياه. نجرب نبادل اولا، نعطيهم دراكسلير ونعطيهم 20، والله راح يهرب تشافي، راح يهرب تشافي
المشكلة انه انا ما بعرف خططي اذا راح يكون فيها بابلو توريه نصرف عليه كل هالشي 50 مليون. والله كتير يا شباب، يعني والله متردد، راح انهي التفاوض وراح احاول اجيبه اعارة مرة تانية، غير هيك صعب والله يا تشافي. اذا اجاني اشعار انه مبيعات القمصان عملت شغل، على هالاساس هي راح تغير لنا الميزانية 85 مليون، يعني ما زدنا كتير. قبل ما نروح على توريه ومشكلته ونحلها، في لاعبين عملاء احرار اول ما يعني خلص فورا ضفتهم، راح احاول اتعاقد معهم لان المتوقع رهيب. يا رب هدول ممكن نبدلهم على لاعبين ناريين. كوفاجيفيتش مثل ما بتعرفوا بعد موسمين او ثلاثه ببلش يطلع لك لاعبين خياليين. انا ما بعرف قديش بده راتب، بس راح قبل ما حدا يخطفه غيرنا راح احاول اعطيه راتب منيح. الشغلات اللي طلبها بتدل على انه لاعب يعني ممكن 80 81. رهيب 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 هذا اللاعب، 88 سرعة، ظاهرة بس متنكر. فكرة هذا اللاعب انه بنقدر، يعني كتير لاعبين بيقبلوا انه يتبدلوا عليه لانه 19 سنة. هاي اول خطفة كانت مني من اول لاعب. هلا الخطفة الثانية هون، هذا ممكن يساعدنا بانه نرجع بابلو توري او نجيب اللي افضل من بابلو توري. راح اخليكم معي شوي مستمتعين. ريت الريت يا يانجوفيتش، الريت 78. عندك هذا اللاعب انا حاولت اتعاقد معه السنة الماضية، ماك اتي كمان. والله قيمته 6 مليون جيدة. كمان عملاء احرار، هذا لاعب حقيقي، يعني هذا مش عملاء احرار انه من اللعبة. اوب 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 مارسيال عملاء احرار، تعال تعال 80 ريت، قيمته حلوة 25 مليون. بنبدله على أي لاعب شاب، أي لاعب شاب ممكن يعملنا موسم بالبريمير ليج، يعني دكتنا هاي يا جماعة لاعبين بلاش، والله الموسم بلش حلو. يا الدير كمان عملاء أحرار 14 ونص بفيدنا، راح أضيفه على القائمة. هاي السنة حلوة العملاء الأحرار، عم يحطوا لك شيء منطقي، يعني لاعبين عم يضلوا بدون نادي ونحن بنجيبهم. زياش، وحاليا شوفوا بابلو توري على عيني وراسي وطورناه وعملنا أداء ممتاز، عمره 22 سنة. جافي اقوى منه عمره 20، والحمد لله الله رزقنا ومعنا فلوس. هل بنقدر؟ والله مو عارف شكلي ولا شو، باريس سان جيرمان عم يتفاوض معه، فنحن بدنا نحاول نجيب جافي على فريقنا بدل بابلو توري، بس بطريقه يعني انه مفاوضات وهيك، يعني ما بنقدر ندفع له. شوف يانجوفيتش بيعطينا قيمه حلوه جدا، ما بنقدر نبيعه لانه اشترينا حلا منه ولا احرار، بس ممكن نبدله وندفع فوق. فتشافي دائما بيوافق على هاي الشغلات، راح اقول له هذا اللاعب و50 مليون، ان شاء الله ما يهرب، ان شاء الله يفاوضني على الكلام. والله جافي يا شباب، جافي بالفريق، جافي راح يتصارع على لقب المدلل مع الكبير هويلاند. انا ولا بسلسله اشتريت جافي لانه كان شكله مو مظبوط، هاي اول سلسله راح اشتريه و20 سنه. تشافي نزيل شوي 50 مليون، 50 مليون راح نجيب جافي يا جماعة، 20 سنة 86 ريت بسبب هذا العملاء الأحرار الجميل. راح له 46 مليون، راح يوافق راح يوافق راح يوافق راح يوافق. جافي جافي راح بابلو توري واجا جافي، وجافي بالبريمير ليج راح يكون ممتع مع شيفيلد يونايتد. يعني تعال لك حاسم، لك بدك تصير مدرب بتصير، لك بدك نحطك، شو بدك انت؟ قل لي انت بس شو بدك، قل لي. يا كبير يا كبير يا جافي يا جافي، 5 سنين مع شيفيلد، عنده راتبه عالي جدا 180، وخذ هاي 200، هاي 200 كانك ما طلعت من البارسا. يا كبير يا جافي اهلا وسهلا بك، زبطونا الامور بالنادي. جافي وصل يا شباب، بابلو جافي وصل معه ميريتي وراء لافيا وقدام هويلاند، ايوه اتفقوا الاثنين، هذا الثنائي، هون الثنائي هلا راح يصير. جافي اذا لا 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 جليتش يا شباب، قمصان قمصان كل شيء، ربحنا فلوس ما معكم قميص تعطوا لجافي. فرجوني لنشوف تقييم الصفقه، اذا انا غلطت خبروني يا فيفا، قالوا لي انه تقييم الصفقه سيء. والله ايه والله ايه، الله معكم لا احرار. انت جافي هذا اكيد وصل يا رجال، وشوف لي على الدكه واحلاها، عندك انت مارسيال، عندك مكاتي، جبنا لاعبين ولا احرار حلوين، ولسه زياش راح يوصل والشباب الطيب المير بعد للزعيم. راح نحوله لكام لجافي ونلعب في كام مكان بابلو توري. طورك يا كبير، وطبعا لازم نجيب مدربين للتيكي تاكا، اوه لهلا بيتطور بشكل رهيب، بس خليني اعطيني الكام، هل بيتحول فورا؟ اسبوعين، اسبوعين الكبير يا عيني عليك، لك دخيل ربك يا كتلة. شوفوا صراحة بما انه دعمكم على السلسلة ناري، فأنا حابب نتشاور بالانتقالات، هاي التشكيلة قدامكم، جبنا جافي، خلينا نوقف بالحلقة هون، شوف الفلوس، هاي الميزانية مثل ما شايفين 23 مليون. العملاء الاحرار اللي موجودين عندنا شفتوهم، هاي قيمه العملاء الاحرار اللي عندنا، هذا الاس تي ممكن لل 20 مليون، على مين نبدله؟ مارسيال على مين نبدله؟ منخلي منبيع مين نبيع مين نخلي؟ اكتبوا لي كل ارائكم بالتعليقات، وعلى هالاساس بنعمل الحلقه القادمه. شف لي هاي القيمه الناريه لميريت، شف لي جافي قيمته،
جبناه ب 50 مليون، وشوف لي ميريتي، وشوف لي هذا ابن النادي موجود ممكن كمان بدله على ار بي اصغر، كالفيني صار 39 مليون، واحمد ابن النادي كمان، وفان دي فورت 82، طبعا هويلاند 110 مليون حبيبي. هل بنرجع جرناتشو؟ هل بنجيب فيرجسون مره ثانيه؟ ولا شو رايكم؟ دمتم بألف خير.